السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير بيرلي. قلت لكم الحلقه اللي فاتت بقى ان الحلقه دي هتكون واحده من اقوى الحلقات اللي ضربنا فيها في كارير بيرلي. حلقه قويه جدا، حلقه صعبه جدا، مش بس على مستوى البريمير ليج الحلقه هتكون صعبه، على كمان مستوى الكاراباو والقرعه وقعتنا مع فريق قوي جدا في البريمير ليج. قرعه بقى كاس الكاراباو ما كانتش المره دي سهله معانا زي الماتشات اللي فاتت كلها في البطوله. بدات بقى البطوله تبقى اصعب، وبدا بقى الماتشات الكبيره تبدا تبان. ماتش ليفربول هيكون في انفيلد، مش هيكون ماتش سهل ابدا. مش بس بقى الحلقه تكون صعبه في بدايه الحلقه كده، اكيد هنخش بقى في الدوري. ماتش مانشستر سيتي طبعا ماتشات قويه جدا، ماتش ارسنال، الماتشين بره ملعبنا، ماتشين اوي طبعا. نخش بعد كده ماتش ليفربول في ملعب بقى تيرف مور ملعبنا، وبعد كده نخش على شهر ديسمبر هنعمل ماتش نوتنجهام هنعمله سيميليشن، ونخش على ماتش ويست هام، ونختم بقى الحلقه بماتش كريستال بالاس. قبل ما ندخل بقى الحلقه اظبطي فايك وشير وسبسكرايب في ارجنتس بيت، يلا بينا على ماتش ليفربول. طبعا ليفربول بقى بتستفز جماهيرنا بقى في ملعب انفيلد، بتلعب بقى انس الضروري مهاجم اساسي النهارده في ماتش الكاراباو. كله رجع شباب كده، حلوه ماكسي حلوه، في زحمه في نص الملعب باينه قوي يعني. يا نهار ابيض على الكوره، الحمد لله اطلع طب الكوره بسرعه، كاونتر اتاك يلا ماشي يا فروخه. تيليمان ولا ماكسي؟ حلو ماكسي قوي، هايل هايل يا ماكسي والله الاداء ده، واحد من احسن اللعيبه في الموسم ده، خطر جدا دي. حلو البلوك او شيء، ركنيه ركنيه مش مشكله، صح يا تيليمان. حسب ايه يا راجل، هاند بول على مين يا راجل؟ هاند بول بس على مين؟ الناس طبعا بتطالب بنرغي ضربات الجزاء يا جماعه. انا لسه عايز اخد رايكم في الحته دي، لان واضح ان الموضوع بقى رزل شويه. انا عارف ان ساعات بتنفعنا وساعات ما بتنفعناش، بس حاجه زي كده يعني يا جماعه دي مشتركه بينهم الاثنين يعني. يعني انا ما اعرفش الحكم بصراحه، يعني المفروض يبقى فيه برضو منطقيه شويه. اقفل يا فان اويك كده، دياس سريع جدا وخطر جدا، واحد من اخطر لعيبه دي. حلو يا فان اويك قوي، كمل كورتك. طيب يا راجل ضحك عليك ازاي بس كده؟ عشى كولن قوي، كولن النهارده فايق فاول. طب دي خش انت، يلا يلا يا بروخه بتاعتك دي يا بروخه، ولا يا بروخه حطه في ظهرك بروخه. الله يا بروخه عليك، اطلع ماكسي. حلوه ماكسي قوي، خش انت ماكسي بقى، خلص بقى مش اوفسايد بتاعتك يا ابن اللعيبه، خش يا ماكسي جول. الله يا ماكسي على الجول ده، هنطلعه بنشرف الكاس النهارده، صح يا شباب؟ فاول. طب دي هايله، دي موندي قوي يا ابن اللعيبه. ماكسي ماكسي النهارده فايق فايق جدا والله، حلوه ماكسيم قوي والله العظيم لعيب. يلا ماكسيم خلص ممتاز، يلا والله ما عنديش كلام اقوله غير نصيحه مهمه جدا في خبره بقى 4 سنين بناطح فيها في ليفربول وبتناطح فينا. اكيد يعني ليفربول هيتعب جدا الشوط الثاني، صح هيبقى اجريسيف قوي، صح هيبقى خطر جدا، لكن هيتعبوا جدا الشوط الثاني. معنى كده ان احنا اي كوره تجينا لازم نستغلها 100%، لو استغلنا جول ثاني بس في ليفربول اضمن ليكم ان احنا نتاهل ان شاء الله الدور الجاي. اعمل فاول. طيب دي فاول مش فاول يا حكم دي، وهتاخد انذار بدري قوي يا دركوا، يعني لسه منزلك مكان ديموندي عشان تعب طبعا، ويعني لبست انذار بدري قوي، واضح ان صلاح بقى كعبه عالي عليك يعني. طلع من هنا بس ابوس ايدك، حلو قوي ضغط يا ماكسي، حلو يا دركوا ايوه كده صح. بروخه اطلع انت يا بروخه، مين طب جاي معايا؟ موكوكو مش اوفسايد، حلو التحرك يا موكوكو قوي، موكوكو خلص، حرام عليك يا موكوكو. هو بصراحه بلعه حلوه، هو يعني الواد اليسون هو اللي شالها بصراحه. ارجع مكانك، بص مكانك فاضي تحت ازاي يا اويك. يعني دياز النهارده تقيل عليك بصراحه، خطر جدا دياز ده، يا ساتر جول دي والله العظيم. ترافورد بيرد على اليسون بقى، احنا عندنا جول كيبر محترم احنا كمان. قابل يا ماكسي، يا نهار ابيض على الكوره دي، صلاح غدار قوي يا جماعه في الكوره بتاعته. يعني تغيير مهم بالنسبه لنا، هنخرج تلمان طبعا تعب جدا وبدا يعمل مجهود كبير في نص الملعب، محتاج بقى براون هيل وخبرات براون هيل في الوقت الحالي. حلوه تلمان قوي، حلوه براون، كمل كورتك يا براون، ماشي راجع صح، انت غلطت غلطه يا اوشيه. حلوه يا ترافورد قوي، تعال
تعالى كده يا انريكي انزل مانوال ومرموش طبعا ينزل مكان موكوكو. موكوكو يعني عندك احسن من كده كتير يا موكوكو، انت عملت ماتش حلو بس في احسن من كده. بسرعه بلوك يا براون، اوعى دي خطر حلو يا ترافورد قوي. حد يسبورت مع بان ويك كده يا جماعه يا ابن اللعيبه، ليه بس ركنيه ليه يا جماعه؟ حلو يا ترافورد حلو. تعالى كده يا فان اويك انزل يا كابوري، اقفل لي بقى حته دياز دي خالص، انا عايز دياز ده يعني يكره عيشته النهارده. قابل يا دويج، بدا يلعب انس على الشمال، حلوه يا دويج قوي، اطلع دويج. فين بقى ماكسي فين؟ حلوه ماكسي، بروخه مرموش معاك، ما تبقاش اناني مرموش، والله جلد ليفربول، والله العظيم مرموش جلد ليفربول. حلوه ماكسي قوي، انس ما يجيبش فينا جون، يزعلني قوي لو جاب جون انس فينا. لا الجون ده يخوف، الجون ده في فاضل 4 دقايق على الماتش يا جماعه، ليفربول جاب الجون في ثانيه، فاضل دقيقه ونص بالظبط. فان دايك طلع بيهاجم، خلي بالكوا بس، اقفل طلع منها، بوس ايدك، اوعى ضربات الجزاء طلع منها خالص. يلا مبروك يا شباب، تأهل مستحق 100% بالنسبه لنا، مبروك التأهل قدام ليفربول. نقفل بقى ملف الكرباو ونركز بقى في ملف البريمير ليج دلوقتي. احنا طبعا عندنا تارجت الموسم ده ان احنا عايزين ننهي في التوب 4 او اتليست على الاقل توب 6 ان شاء الله في الدوري. ماتش مانشستر سيتي اكيد ماتش صعب جدا، سيتي في المركز الثامن ورانا على طول بفارق نقطه واحده، اكيد مش هيكون ماتش سهل. انا عايز اشوف بس مين هداف الدوري دلوقتي حاليا، يعني هداف البريمير ليج فرنانديز خط وسط تشيلسي ب7 اجوال، بعد كده راشفورد. احنا للاسف مفيش حد عندنا خالص في التوب 5 حتى. طب نشوف كده بقيه بروخا مركز سادس ب6 جوال، يعني بروخا لسه طبعا بعيد شويه عن مش بعيد والله قوي، فرق جول واحد يعني، هو لسه بس فاكر ان هو الارقام قريبه من بعض كلها، مفيش حد فارق برقم كبير قوي عن بقيه اللعيبه. طبعا لازم يكون اساسي الماتش ده مرموش، كمان واحد من اهم اللعيبه في الماتش اللي فات قدام ليفربول، يعني راجل مجرد ما نزل ثبت نفسه على موكوكو، اكيد هيكون اساسي في الماتش ده. وحشه جدا يا ديموندي، مستواه اكبر فتره من ساعه الدخيل ما اتصاب. كمارا حلوه كوره، اوعى الدبابه ده، بلوك كده كمره، يا ساتر على الكوره، يعني جول ملوش لازمه يا جماعه. ما يعديش ده منك خالص، حلوه قوي يا دويج. دياز عندك المهاره بقى، حلوه الكوره، بروخه خلص. بروخه في احسن من كده كتير يا بروخه، راجع بسرعه كابوري، نص ده ما يعديش، ده انا كده بقول لك يعدي. لا يا كابوري، لا يا كابوري، وحشه منك يا كابوري دي قوي، عارف ليه؟ لان هو عداك يا كابوري، هو طبيعي ما يعديك، خلاك انت بص مرتبك بقى. طبعا جون رسمي من هالاند يعني. يطلع ماكسي كده 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 خربانه بقى في الدفاع. يا جماعه يعني انا ما عنديش مشكله نخسر ماتش، يعني وارد نخسر ماتش، بس بفضيحه كده 3-0 في اول نص ساعه، يعني امال اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ لا سيتي جامده قوي، سيتي جامده قوي، متعبه متعبه جدا، يا ساتر يا رب على الكوره. انا قرفت بقى يا جماعه فيها يا جماعه. دي ما فيهاش طبعا تتلغي، دي فاولات يعني للاسف دي ما فيهاش كلام فيها بقى. احتكاك عادي بيحصل في البريمير ليج كله يعني. وترافورد دايم عليها كمان. انا بعترف ان ماتش السيتي يعني مانشستر سيتي اكيد اقوى مننا، مفيش كلام طبعا في النقطه دي، لكن الفكره كلها ان انا ما عملتش حساب جلاكتيكوس بقى. السيتي سيتي معاها شويه نجوم قويه جدا، بدايه بقى من بيلينجهام لرودريجو، غير بقى هالاند ورودري، فرقه تقيله جدا، فرقه قويه جدا بمعنى الكلمه، هي دست على وشنا بشكل كبير اول ماتش اللي فات ده. ماتش بقى ارسنال في التوب فور، انت بتلعب فرقه من التوب فور، الفرق بيننا وبينهم يعني 5 نقط، اكيد الماتش ده لو كسبناه يفرق جدا معانا في الترتيب ويقربنا شويه منها، معنى ان ارسنال في المركز الرابع والفرق بينك وبينها 5 نقط، يعني لسه الكلام في الملعب، لسه الكوره في الملعب معانا، لسه بدري قوي على الكلام ده، مش عايزين نبعد قوي عشان ما نفقدش الامل بدري. ثالث ماتش في الحلقه دي معانا بره ملعبنا، يعني 3 ماتشات بره ملعبنا، اكيد الموضوع صعب، لكن ان شاء الله انا واثق ان الرجاله النهارده قد المسؤوليه دي. حلوه هنريكي كده، موكوكو يا هنريكي، خلص يا هنريكي، بلاش الفزلكه الكتير دي يا هنريكي، ارجع بقى خد كورتك بسرعه. صح دويج، ساكا ما يعديش النهارده، انت لعبت على رودريجو وصلاح وساكا، خطر دي جول، عشت رافورد قوي،
صح يا كريس قوي. حلو الكرة هنريكي، فرصتك بقى يا ابن اللعيبه موكوكو. ولا هنريكي صراحة بالكرة دي هنريكي يا اخي، ده انت رجلك اليمين عايز اقطعها. قفل صح دياز، حلوه جدا اترفض. طالع ماكسي كده، هنطلع عليك يا ماكسي خلي بالك ان شاء الله. يلا ماكسي، بص ماكسي حاجتك دي، خش انت اسرع ماشي، حطه في ضهرك بس ماكسي يا ابن اللعيبه، والله هتعملها ان شاء الله. حط، الله عليك يا ماكسي، بالله يا دولي. مساكة مزعج جدا مع دويج، انت قد ولا دويج، والله العظيم دولي. صح يا بروخا، راجع دويج. اوديجارد ده خلي بالك منه، ما يحطكش في ظهره. صح يا دويج، يا ساتر امسك، طلع من هنا. ايه يا حكم، دي كارت احمر دي يا حكم، ولا هيديله حاجه. شكرا يا حكم، شكرا يا تحكيم انجليزي. ضغط رهيب، ضغط رهيب، قطع كمان بسرعه يا كمان. ارجع طيب دويج، الله عليك يا دويج يا دولي، حلوه يا دويج قوي. طلع ماكسي قبله، طب انت اوعى ضربات الجزاء. صح، هايل هايل يا شباب، هايل والله العظيم الاداء ده. يلا يا هنريكي خش انت يا ابن اللعيب، ايوه كده يا هنريكي، برازيلي بقى خلص بقى، خش انت. كرة حلوه دياس يا راجل، بيديله كرة حلوه يا هايل ماكسي، كرة لسه حلوه. بروخا موكوكو، مش ممكن، حط جول يلا. يعني هايل يا شباب، شوط اول ممتاز مننا، فرق شاسع بين ادائنا في الماتش ده وادائنا في ماتش مانشستر سيتي. انا بس طبعا محتاج اغير فورميشن الشوط الثاني عشان نامن شويه النتيجه، وفي نفس الوقت نقدر نضرب ارسنال في الشوط الثاني. صح، هلعب 4 2 3 1 خطتنا الاساسيه بتاعتنا. تعالى كده، فين مكوكو، فين انزل يا براون، فين بقى بوخ هنا بقى، اوعى ضربات الجزاء والنبي. محدش يطلع، محدش يطلع خالص، طلع من هنا على طول. حلوه براون، قابل ضربات الجزاء، لا بلوك طبعا ليه، يا نهار ابيض على الكوره، حلوه يا ترافورد قوي. صعبه جدا دي، صعبه جدا دي يا هنريكي. ارجع هنريكي بسرعه، ما تسيبش كابوري، هو نزل الواد. حلوه هنريكي قوي، باكيوكو نزل، اوعى ديموندي غلطه بجون يا ديموندي. حلوه دياز، الله على الكوره، خش يا براون انت، بروخا خلص يا بروخا، يا نهار ابيض على الكوره دي يا بروخا، بس حلوه حلوه يا شباب الاداء ده قوي. ضغط يا بروخا، صح يا بروخا، خش انت دياز، هايل، الله عليك يا دياز يا دولي. هنريكي يخرب بيتك يا هنريكي، هقطع لك رجلك دي. يلا دوي كده انت، حلو خروج بالكره ده قوي كده، ماكسي بس استغلها يا ابن اللعيبه ماكسي، هو ده عايزك في كده بقى، خلصني ابوس ايدك، خلصنا. الله عليك، الله عليك يا حبيبي. صح يا كابوري، اوعى باكيوكو ده، يا نهار ابيض على الكوره، لو جابوا جون هيتعدوا. امن طب كويس كريس، خطر دي، هايل اترفض، هايل والله يا ابني. فاول طب، دي كارت احمر دي يا حكم، حرام عليك يا حكم بقى، يعني الراجل هيتصاب على كره فاول.
يلا ماكسي صفر حاجه ماتش خلص خلاص يا حكم. يعني مين مش هقول لك مين مان اوف ذا ماتش، مين انت وجهه نظرك مين احسن لاعب في موسم بيرلي لحد دلوقتي يا جماعه؟ الراجل بصراحه ثابت نفسه جدا، بعديه على طول بالنسبه لي دويج. دويج النهارده وقف قدام ثلاثه يعني رايت وينج من احسن ثلاثه رايت وينج في العالم، اذا كان صلاح ولا رودريجو ولا حتى ساكا. بعد الاداء الممتاز قدام ارسنال عندنا بقى ماتش يعني قدام ليفربول، احنا خرجناهم في الكاراباو، انت بتقابل اول الدوري، يكفي مش هقول لك يعني عنوان بس الماتش ده اول الدوري، فاكيد الماتش هيكون صعب جدا، ماتش مش هيكون سهل. عندنا مشكله تانية بس ابراهيم دياز برغم ان هو كان واحد من الصفقات الفنيه وفادت الفريق فنيا وتقنيا بشكل كويس جدا، لكن عمل لي مشكله في اوضه اللبس، عمل لي مشكله في اوضه اللبس. طبعا راجل اعلى مرتب في الفرقه، واحد من اكبر 10 مرتبات او 20 مرتب في البريمير ليج، اكيد عمل ازمه كبيره في اوضه اللبس. لما تيجي بس تخش اوضه اللبس وتلاقي ال 10 لعيبه دول ال 11 لعيب دول بوزهم مكشر كده قدامك، دي حاجه تسد النفس على الصبح اصلا. يعني كابوري راجل بص لما تيجي تبص هو متضايق من مستواه ومتضايق طبعا من الكونتراكت بتاعته، العقد بتاعه مش عاجبه، راجل مرتبه حاجه و30,000 عايز كام بقى؟ يعني ما تيجي تشوف لو هنجدد له عقده كده هو بياخد تقريبا بياخد 37، لما يجي ياخد دلوقتي نجدد هنشوف عقده افريج كام، عايز من 87 ل 130، طبعا نطه كبيره جدا، نطه تقريبا حوالي فوق ال 100% مرتبه، فاكيد طبعا مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. نشوف بس بقيه اللعيبه كده وايه المشكله عندنا. يعني عندك كريستنسن الكونتراكت بتاعته طبعا والبلاي تايم ما بيلعبش بوقت كافي مع انه بياخد وقت كبير من اصابه الدخيل، وكمارا عنده نفس المشكله البلاير بيرفورمانس اداؤه طبعا وحش جدا مش احسن حاجه اداء كمارا بقاله فتره، لكن الكونتراكت برضه عامل له مشكله. هنريكي نفس الكلام الكونتراكت بتاعه. مانويل راجل راضي بعيشته وراضي باللي ربنا قسمه له ومفيش مشكله بالنسبه له. مرموش نفس الكلام ما بيتكلمش عن فلوس، مرموش راجل مصري اصيل لكن مشكلته طبعا في المستوى والبلاي تايم، طبعا عايز ياخد وقت كتير في الوقت اللي جاي. اوشي نفس الكلام عايز برده حته البلاي تايم. كونتراكت براون هيل كونتراكت، كوليشو كونتراكت، سيبك من دركو. الحمادي عايز كونتراكت وراه اخر برده ما عندوش مشكله محتاج فلوس برده وعايز يظبط حاله. الناس دي معاره كلها، طبعا مشكله كبيره اوضه اللبس فيها مشكله كبيره لازم احلها الفتره الجايه دي. نركز بس يا جماعه ماتش ليفربول، وصدقوني لو طلعنا بالثلاث نقط ماتش ليفربول انا بوعدكم، يعني الفلوس بتاعت الترانسفير في يناير هتتصرف على الفيرست تيم وهتتصرف على مستحقاتكم كلها. هاتولي بس الثلاث نقط في الماتش ده ويا جماعه ركزوا مع ماكسي يا جماعه، شوف راجل بيشتغل في صمت ازاي. صح يا دويج معاه ما تسيبوش، ماشي مش مشكله. ماتش الدوري مختلف عن ماتش الكاس اكيد. طلع من هنا كابوري صح قوي، حلوه موكوكو. يلا يا هنريكي سيبك من الفلوس يا هنريكي يا برازيلي، حلوه. الله على الكوره، دياز مش اوفسايد. الثلاث نقط يا شباب، دياز يا ساتر يا دياز على الكوره، ده انت عامل لي اسبه يا دياز، ده انا عايز افكك ب 11 لاعب يا دياز. كابوري ضربة جزاء يا ساتر، اوعى شوف بس اعمل بلوك هنا، حلوة يا ترافورد قوي خطر دي، ممتاز يا ديموندي ممتاز يا ابني والله. طالع يا ماكسي حلوة الكورة ماكسي يا دولي يا ابني اللعيبة خلص، حلوة حلوة ماكسي عملت الصعب كله بس يعني مستواك يشفع لك الفترة اللي فاتت دي. قفل يا كريس كده، ارجع لي يا كمارا ما تسيبش ترافورد لوحده كده يا جماعه قدامهم في الشوط بتاعهم. حلوه كابوري هايل، بص ضغط ليفربول حلوه ماكسي يا ابن اللعيبه مش اوفسايد خش، والله العظيم ممتاز يا ماكسي والله يا ابن اللعيبة، حلوة 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 بجد يا ابني. اوعى اللي طلع في ضهرك ده، صح يا كابوري ماشي طلع يا جماعة، حرام عليكم يا جماعة، يعني دويج ماسك صلاح، المفروض بقى انت ماكسي تأمن مع سبوزلاي، ده بتاعك انت يا ماكسي ده. حلوة خش يا دياز، انت دياز حلوة فرصتك خلص يا دياز،
يا جماعه مش ممكن يا جماعه. يا دياز انت بتكلم عامل لي مشكله بسبب مرتبك اصلا، وكمان مستواك وحش يا دياز في الملعب. حلو يا هنريكي. مكوكو ولا هنريكي؟ بص تشينكو تعب ازاي. خلص انت بروخه. الله بروخه. قافل يا دويج. اوعى ضربات الجزاء بس يا دويج. لا صلاح مزعج، هيتعبك صلاح هنا. حلو قوي يا ترافورد والله. فاضل دقيقه، اقل من دقيقه خلاص المفروض يصفر دلوقتي اصلا. محدش يطلع خالص خالص. طلع كان يحسب ايه؟ والله شكله كان يحسب ضربه جزاء. يعني بالنسبه لي النتيجه كده، بالنسبه لي انت بتلعب اول الدوري، بتلعب ليفربول، كسبناهم في الكارباو وتعادلنا معاهم في الدوري، اكيد اكيد هبقى راضي جدا. لكن انا طماع، طماع ان انا عايز اخد الثلاث نقط دي اكيد، لان احنا محتاجين الثلاث نقط. الاداره طالبه مننا يعني اكسبكتيشن او توقعات عاليه جدا الموسم ده، عايزيننا في التوب 4 توب 6 على الاقل. فمعنى ان انت ما تكسبش ليفربول ان انت هتبقى في موقف صعب الفتره الجايه. ثلاث نقط مهمه جدا بالنسبه لنا. كامارا روك يا دياز. صح يا دياز قوي كده. يلا مكوكو ماشي بروخه خش انت. مين جاي طيب؟ الله على الكوره. خش يا هنريكي. جول. مش ممكن يا دياز، حرام عليك يا دياز بقى يا جماعه. قبله دياز. حلوه دي، ايوه كده دياز. خش طب انت. يلا ماكسي ولا ماكسي يا ابن اللعيبه. بطيء ده. خش يا ماكسي. خلص. الله عليك يا حبيبي، والله العظيم احسن لاعب عندي في الفرقه السنه دي. يا ساتر. راجع دويج ظهرك. طيب جول دي ممتازه. ترافورد امسك يا ترافورد. يلا مكوكو انت بروخه. ماكسي خلص. يا راجل يا راجل يا ماكسي، يعني هتخلي الناس تقلب علينا تاني ليه بس يا ماكسي؟ صح يا تلمس ماشي. هاند بول كويس، انا مش منطقه الجزاء. الضغط رهيب يا جماعه، نأمن نفسنا بس اهم حاجه، كل واحد مع واحد كده. حلوه يا ترافورد قوي، ريحتنا يا ترافورد. يا راجل تيبا حرام عليك، امسك يا ترافورد. مش ممكن يا جماعه الغلطه دي. طلع طلع على طول من هنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الكوره. ممتاز يا ترافورد. انا نسيت ماتش السيتي والله العظيم، بالنتائج دي انا نسيت ماتش السيتي. يعني فوز في الكارباو على ليفربول، واحد من اقوى الفرق في الموسم ده، وفوز في الدوري على ليفربول، وفوز في الدوري على ارسنال. اكيد بالنسبه لي ماتش السيتي انك تخسر 3 نقط من 9 من 9 نقط قدام توب 3، فاكيد حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. الماتش اللي جاي بقى قدام ويست هام، احنا محتاجين نكمل بنفس المستوى اللي قدمناه قدام بقى ليفربول وقدام ارسنال، وناخد الثلاث نقط في ملعبنا قدام جمهورنا قدام ويست هام. طبعا يعني ابرز الغيابات عندنا النهارده في الماتش ويست هام هو طبعا التين سنتر باك بتوعنا، يعني للاسف اوشيه مش هي او اوشيه اللي هيكون اساسي النهارده ضد الكوا، لكن كريس مش هيلعب، وديوماندي طبعا عنده كارت تراكم انذارات مش هيكون موجود اساسي. كيميتش مع ويست هام، واضح ان عامله فرقه قويه جدا. اقفل يا دركوا كده. كودوس ما يتشابش، خطر جدا ده. حلو اوشيه لسه. حلو ترافورد قوي. كابوري عليه اوفرلود هنا، خلي بالكم. اقفل يا كابوري بسرعه. فين هنريكي بقى؟ خطر. حلو ترافورد قوي. اقفل يا كابوري. رجع بسرعه. خطر دي. يا نهار ابيض على الكوره. حلوه ترافورد قوي. دياز خش يا بروخه. بروخه خش يا بروخه. طب ركنيه. طيب ركنيه. ما عملناش كوره خطر لحد دلوقتي احنا خالص طول الماتش. يلا يا دياز كده اظبطها. لسه الكوره. طيب اهدى يا دياز. حلوه دي. دويج على يمينك اصلا، ويك فود بتاعتك مش حلو طبعا. حلوه كابوري قوي.
هي اخر كرة دي. دياز بروخا، حلوة بروخا، الله عليك يا بروخا في وقت مهم جدا بالنسبة لي. طبعا كالعادة في النتيجة دي كده، وبالنتيجة دي بمعنى صح احنا محتاجين نأمن بقى الشوط الثاني، خاصة وست هام يعني بتلعب جيم بدني بشكل قوي جدا، بس دياز عنده انذار وكمان بدأ يجهد بشكل كبير. انا عايز تلمن طبعا، ومرموش هيطلع وينزل براون هيل، راجع كولن، مفيهاش حاجة، مفيهاش حاجة يا حكم، ماشي ماشي مفيهاش حاجة. ما اعرفش كيميتش شويت بقى عندهم ولا انزومو. يا رب يا ترافورد، خطر دي قوي. حلوه دويج، يلا تلمن، كره حلوه تلمن دي قوي، خش، حلوه حلوه جدا يا تلمن، هايل يا شباب الاداء ده. تعالى يا انريكي كده، لو ظبطت الجمله دي كده معانا. ماكسي براحتك، ماشي لسه الكوره حلوه هنريكي، ضربه جزاء. يعني انا مش هقول حاجه غير ان الحمد لله. شفتوا يا جماعه ضربات الجزاء ساعات بتبقى عليك وساعات بتبقى ليك. خلص يا بروخه بقى، بس ما تشوطش جامد عشان انت بتشوط جامد قوي. بالراحه يا بروخه، ممتازه يا بروخه، صح يا تلمن، خش هنريكي، يلا براحتك انت هنريكي، انتصر، حلوه فرحني مره بقى، الله يا هنريكي فرحني مره يا هنريكي، ايوه كده. حلوه دي، الله الكوره، يا سلام على الكوره دي، والله العظيم اداء ممتاز يا جماعه. هنريكي خلص انت، الله الجول ده، الجول ده خلاص يا جماعه، ختم الماتش معانا كده، خلاص الماتش اتختم كده يا جماعه. مبروك يا شباب، مش بس الفوز النهارده كبير، لا كمان بقى الاداء بتاع الفرقه كمان اكبر بكتير من الفوز. احنا النهارده طالعين بمكاسب كتير كبيره جدا، اهمها طبعا الفريق بقى مستقر جدا من حيث المستوى الفني. حاليا بعد ماتش وست هام احنا وصلنا توب فور، الماتش اللي جاي قدام كريستال بالاس، كريستال بالاس طبعا في مركز 17. يعني انا بخاف من الفرقه دايما اللي بتبقى بتصارع الهبوط، دي بتبقى مشكله كبيره، ما تبقاش بقى على حاجه. انتوا عارفين طبعا سياسه البريمير ليج بقى بتبقى ماتشات بتبقى صعبه جدا. طبعا اهم خبر بالنسبه لي النهارده طبعا ديموند رجع بعد التراكم بقى الانذارات عنده، والاهم من ده كله امين الدخيل رجع تاني يشارك بشكل اساسي. براحتك يا ماكسي، حلوه بروخه، اطلع ماكسي انت، ماشي حلوه، خلص يا موكوكو، موكوكو يا نهار ابيض يا موكوكو على الكوره دي، ارجع كاميرا بسرعه، كاميرا بسرعه، كاميرا يا نهار ابيض على الكوره، حلوه ترافورد قوي، خش يا مانويل، لا يا دخيل، غطي فوق كاميرا. يعني ازاي في وسطكم كده يا جماعه الكره دي؟ ازاي يعني؟ دخيل، ما عشان احنا بنتدلع، عشان احنا لسه مش عارفين نقف على رجلينا. يعني كره تعدي من وسطكم انتوا الاثنين فوق ازاي يا دياز انت ولا كابوريت، ازاي انت والدخيل يعني؟ يا رب يا ترافورد بقى، هايل هايل يا كابوريت، اوعى يا دياز. ماكسي حلوه دي، خش انت ماكسي يا ابن اللعيبه، ماشي ماكسي، والله العظيم ممتاز، يلا ماكسيما دخيل، هيلا دخيل، حلوه دياز قوي. يلا مانويل كده، بروخه حلوه بروخه قوي، دياز الله عليك يا دياز، ما انت ما تعمليش زوبعه في اوضه لبس وفي الاخر تطلع مخايش في الاخر. حلوه مكوكو قوي، الله الكوره، يا سلام عليك دياز، محتاج لسه دياز، حط، الله عليك يا دياز،
هو الحظ خدمه، الحظ خدمه فيها، هو يستحق، مجتهد جدا الماتش ده بصراحه. يلا مكوكو، حلوه مكوكو قوي، بروخه مش اوفسايد، خلص يا بروخه. وطي يا كبر تحت، خطر دي جدا، دخيل الحمد لله، طلع من هنا براون هيل بسرعه. هيا بروخه، يلا مرموش، دويج حلوه، دويج قوي، دويج خش انت، يا نهار ابيض دويج لسه يا ابني، خلص حطها جول يا ابني، حرام عليكم يا ابني، صفر. مبروك يا جماعه، احنا وصلنا للبيك في مستوانا، وصلنا للبيك لاقصى حاجه ممكن نوصلها في مستوانا في الموسم ده لحد دلوقتي. مبروك لكل عشاق بيرلي الفوز طبعا على كريستال بالاس في ماتش صعب جدا وماتش قوي جدا، لكن قدمنا لحد دلوقتي يعني 3 4 ماتشات ورا بعض، يعني حرفيا من بعد ماتش السيتي وفضيحه مانشستر سيتي الفريق وقفت، او الفرقه وقفت على رجلها تاني وقدرت تقدم مستوى ممتاز جدا قدام فرق من التوب 4 وفرق كمان من حتى من منتصف الجدول، لكن ماشيين بشكل كويس، وصلنا البيك مستوانا، حتى كل اللعيبه يعني بشكل عام قدمت مستوى الفتره اللي فاتت كويس جدا، اهمهم طبعا بالنسبه لي سام ماكسيما يعني ظهر بشكل كبير جدا في الموسم ده، واتمنى ان شاء الله يكمل نفس المستوى ده. احنا كنا وصلنا للحلقه وجبتك حلقه سبوتيفاي وشير وسبسكرايب وفعل جرس تنبيهات، اشوفكم اخر حلقه جايه ان شاء الله، السلام عليكم.